مراد غادي تمشي بحال هاد تقول لك كنقسم فمي برب الكعبة. كان كنهضر معاك المهدي. السلام عليكم. في برنامج فاصل ونواصل كنحاول يوميا ننشر الخير والسعادة والطمأنينة ما بين الفنانين. اللي مخاصم نصالحوه، واللي مصالح نخاصموه، واللي ما عنده فيل نزيدوه فيلة. اليوم غادي نفطروا مع النجم المغربي المهدي تكيتو. المهدي تكيتو ما عمرنا قرقبنا مع الناب، غادي نشوفوا درجات التحمل ديالو ونشوفوا هاد الفطور فين غيخرج. فاصل ونواصل. مراد وطاقم العمل كيتصلوا بالضيف وكيعلموا باش حضر معنا البرنامج رمضان شو توك خفيف ضريف اللي فيه كيشارك مراد الفطور مع الجمهور. ومن خلال هذا البرنامج كيطلب من الضيف انهم يوهموا الناس انهم صايمين واخا مصورين البرنامج قبل رمضان. الضيف كيجي مع اللي ما بيه باش يحضر في برنامج شو، ولكن اللي ما عارفش هو ان مراد غيطلع عليه في كل فاصل من فواصل البرنامج. وفك يا من وحلتيها. جديدة من حلقات برنامج رمضان شو. رمضان شو كيستضيف اليوم النجم المغربي مهدي تكيتو. بسم الله. سي مهدي لاباس عليك؟ نفطروا بعدا كاينه ويحمد الله في لاباس عليا ولا ما لاباسش عليا. كاع فيك ديك البساله؟ لا اين بساله؟ لا دابا بغينا الفطره. دابا بساله بغيت دير فيها عيق. دابا انت مهدي كوب كوب عفاك اضاني. لا هادي راه دابا اللي كيدير بساله هادي. ما حيت مازال ما فهمتش الكونسيب. ما قلتيش ليا والو قبل ما ندخل. مش كدوي معاكم عصب عليا. واحد ما قلتي ليا والو قبل ما ندخل. دخلت سلمت عليك صافي جينا لهنايا درنا اللعيبه دخلنا. اش من اللعيبه درنا؟ مونطري. اها دخلنا شنو ما قلتيش ليا هذا قبل الفطور ولا مور الفطور ولا هذا؟ غير باش نشرح الكونسيب ديال البرنامج. كندخلوا كنبداو ما خصنا ناكل والو في الطبله حيت باقي ما ادنش. كنبقاو نضحكوا ونقشبوا كنهضروا كيادن ومن بعد عاد كنفطروا او ميم طون كنهضروا. نتوكلوا على الله. يلا يلا عفاك ما توشي حتى شي حاجه حتى ادن. يلا زير فيلا كنتي جيعان وجاي ملهوف على الماكله من بعد. وا دو ان اي سي مهدي مرحبا بك. شكرا سي مراد، شكرا على الاستضافه ديالك. فاصل ونواصل. انا كبرت بيك تكبر بيا. شكرا حين استضفتيني وعيطت لي البرنامج ديالك. كاع داكشي اللي قلت ما عجبكش؟ لا حيت ما شكرتيني ما حتى شي حاجه بحال اللي داخل. نشكرك نشكرك الحبيب نشكرك. يلا 3 2 1. اي نهار كبير هذا. الله يطول عمرك. في هذا الجو الرمضاني كي يدوزتي هذا النهار هذا؟ انا هذا النهار هذا بعدا كاين كنسين هذا لقيت هاد جيبي فارغ الصبر. واش شكرني بعدا؟ وبلاتي يا صاحبي انا جايك انا غادي نشكرك. انت هادشي اللي باغي غير نشكرك. احنا غادي نشكرك. تفضل سي مهدي. اول حاجه انا هذا النهار هذا فرحان بزاف على وديش غادي نشوف احسن خويا مران احسن مقدم. سيداتي وسادتي فاصل ونواصل. لا هنا بنتي بحال اللي كتلحس كابه ترتي بزاف. عرفتي علاش المهدي؟ شويه حيت ندمتينا كاع باين بحال انا مدور معاك كاع. يلا سير. يلا عافاك 3 2 1. اي شكون اللي عمر لك راسك وقال لك انت كتعرف تمثل وكتمثل؟ لا حتى واحد ما عمر لي راسي. انا تزاديت من كرش امي. كوب عافاك كوب. شوف كول الجمله في راسك عاد اقولها حيت كتدوي مقطع. واش حنا كنديروا الانشاء مراد؟ انت اللي معصب اصاحبي. لا راك انت اللي عصبتيني مراد. لا ما فهمتش. لا راك انت اللي عصبتيني. انا ما فهمتكش. انا كنسولك سؤال وانت كتدخل وتخرج في الهضره. ولا وانت كاسك. لا صاحبي واش انت جالس عليا؟ لا ما كونتيش الجمله. لا انا ماشي صاحبك. لا انا صافي المهدي نقول لك شي حاجه ديرها صاحبي. هكا نطول. ماشي غادي نقول لك شي حاجه ديرها. مالك شكون انت؟ انت جاي عندي البرنامج. وجي عندك البرنامج شنو باغي شنو؟ يلا عندنا ساعه خصني نكملوا. يلا داني داني السؤال اللي من وراه فهمتي باش ندوزوا للضيف المفاجاه. سي بون. انا اليوم غادي نوين صيدك بلا ما ندوين. مالك؟ مالك شنو؟ كنشوف الطريقه ديالك كيفاش دايره ما فهمتش. مالها شنو؟ كيفاش مالها؟ واقيلا ما كتشوفش راسك انت كيفاش كتعامل. كيفاش كنتعامل؟ كنهضر معاك عادي. لا ماشي عادي. ما كان مهدي تكيتو انت شنو؟ لا 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 ماشي عادي. حتى انت راك غير مراد العشابي. شنو؟ شنو دير فيها نجم؟ تكيتو انا العشابي. واش عارف راسك شنو كتقول؟ شنو؟ لا واش عارف راسك شنو؟ انا مكبر بك جايبي انا تصرتي. وانت انا راني مكبر بك مراد وجاي عندك وعارفني منين جاي. انا عارف منين جاي خليني ساكت. ما جيناش نتعاطاو هنا سي مهدي. يلا سير. انت صاحبي دير بحال العيالات وتعاطى معايا. يلا سير انا ما كنتعاطاش انا كنجي فاص. شكون قبيل وانت كتنقر؟ واحد انت اللي بقيتي كتحك عليا صاحبي يا مراد. ها كيفاش تهضر واش انت عاد تقول انا كيفاش نهضر؟ انا ها الصوره ديالك قدام الناس راه كتفتف صاحبي. يلا يلا 3 عفاك بان شويه كتضحك غير على ود الكاميرا نافق شويه نافق 3 2 1. اي
علاش السي مهدي كتعدى علينا بالتمثيل ديالك مثلا؟ علاش كون كنت كنتعدى عليك بالتمثيل ديالي ما غاديش تجيب لي من هنايا؟ انا غير عمرت فيك وانت عارف هذه القضيه. انا اليوم جيت حتى الاخر لحظه. لا لا الله يرحم لكم الوالدين. مراد واش عارف راسك شنو كتقول؟ شنو عافاك كوب بلاتي بلاتي واش عارف راسك شنو كتقول؟ كيفاش انا عمرت فيك؟ ايوا انت عارف هذه القضيه. جبتك حتى الاخر ساعه. ايوا راه عارف هذه القضيه. وكل ما كنتيش عندي هذه راه والله ما نجي. باش نقول لك على قبل ما نجي كل ما كنتيش عندي عزيز ما غاديش نجي. لا وكان انت بانت في شويه العياقه ما بقيتش كنتي كنعرفك انا. مراد شوف انت كيفاش كتعامل. شوف انت كيفاش كتعامل وشوف انت كيفاش كتهضر. انت عارفني انا ظريف بزاف. ما بغيتش نخرج هذاك الخايب اللي فيا. كتهددني؟ ما كنهددكش. انا ما بغيتش نخرج الخايب. فين نخرج؟ تصرفت انت مراد. مراد مراد خليني كنحترمك راك بحال خويا الكبير. خليني كنحترمك. 3 2 1 اي كاين واحد الممثل كيدوز معاك ديما في سيتكم ديما كياكلك وانت عارفني على من كنهضر. في سيتكم ديما كيكون لي كيليبر. لا ما لي كيليبر هو اللي مخسرو انت. لا لا هادشي هذا راه ولا سبان سبان. اسمح لي يا مراد. وصافي يا صاحبي راه هو اللي ناض هذا. يا مراد اسمح لي اجي اخويا مول سطوط الله يرحم لك الوالدين حيد لي هادشي ديالك. ما تخسرش الهضره انا راني ندير فيك خير. اجي اجي اخويا المهدي. المهدي ما سمعش الله يرحم لك الوالدين. علاش نتوما كتبغيو التجميل؟ علاش؟ وكنعرفك مزيان مراد. علاش ما عجبكش؟ علاش ما كتقبلش اسئله؟ مراد جبتيني هنا باش تسبني ولا شنو؟ حشومه عليك مراد. والله تحشومه عليك اصاحبي. وكيف ما ديما شعل العوافي كيشعل العافيه وكيقلب كيفاش يطفيها. مراد قنع الضيف ديالو انه يرجع ويكمل البرنامج. سي مهدي انت غير دزتي في واحد المرحله لانه جابتك واحد الفنانه بين قوسين ودارت فيك خير وحطاتك في واحد العمل وانت انكرتي وضربتي الدنيا بركله ومشيتي مع ديك السيده. شوف انكرتي الجميل. شوف مراد دابا انت عاوتاني غادي تعاود ترجع لديك هذه هذه. شوف انا مرايه ديالك. شوف انا وياك هادشي هذا كوب 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 خليني نهضر صاحبي. فاصل ونواصل. خليني نهضر مراد حيت ما بحالي تحرجتي. هذا مالو هذا ماك مخلوعه صاحبي. مراد واش واكل شي حاجه؟ مراد راه ما كنعرفكش انت بحال هكا. ما بغيتيش ما نهضروش في هذا الموضوع. ما نهضروش في هذا الموضوع. جو بريفير نزابيو على وديش. انا ديجا كنت هضرت معاك مراد. انت عارف اصاحبي الستيل ديالي. ومالك اصاحبي ما تخلينيش ندم حيت جيت عندك. هضر اصاحبي. ما ترعدنيش مراد الله يرحم لك الوالدين. وهضر اصاحبي. فين غادي فين خطيح في مصيدة باين. ما ترعدنيش مراد الله يرحم لك الوالدين. وهضر ما بغاش يهضر صاحبي. ما بغاش يهضر. المهدي المهدي وحل هذا حل. مالك المهدي المهدي والمهدي مراد الله يرحم لك الوالدين. مالك صاحبي مالك مراد خليني كنحترمك. مراد بعد مني. اكون راجل صاحبي. حل حل اخويا قبل ما نصدقك شي مصيبك حل هنايا. المهدي المهدي نعم كون راجل صاحبي. نعم مراد وصاحبي غير تعالى صاحبي تعالى صاحبي نهضروا صاحبي. لا علاش مقلق انت صاحبي؟ مازال كنحترم فيك لدابا. الله يهديك المهدي. لا هاد المره المهدي تعصب بزاف. الحمد لله من العز على مراد وقبل يرجع يكمل. عافاك نكملوا راه حيت كنضحك هو قبل ما يخرج. عافاك ندير ديك الضحكه عافاك حيت راكو ما غاديش تخرج مراد. غير سير يكمل. يلا غير يكمل. اضحك هاد يكمل هي غادي تجي راسها والله الا غير يكملها. يلا يلا اضحك اضحك يلا فازي 3 2 1 اي. سي مهدي علاقتك ما ضحكتيش سي مهدي. نعاودوها عافاك. 3 2 1 اي. سي مهدي علاقتك بالجمهور. شوف انا ديما كنقول انا بالجمهور هو باش طالع والحمد لله والهلا يخطي عليا. نشوفوا راي الجمهور في الفنان المهدي تكيتو. اللي عنده شي سؤال يتفضل. تفضلي اختي تفضلي. سي مهدي كيهمني بزاف نعرف كيفاش كترتاح اكثر. واش كترتاح في الادوار الكوميديه التافهه اللي كدير اولا في الاعمال الدراميه اللي صعيبه عليك في نظري؟ كنرتاح في الادوار الكوميديه اللي ماشي تافهه اللي كندير. سالات الفقره ديال الجمهور ندوزو للاخرى. يلا 3 2 1 اي. سي مهدي خصنا نفطروا دابا الاذان وان شاء الله بالصحه والعافيه ومبروك عليك هذا النهار هذا. تفضل سي مهدي. شكرا. بطبيعه الحال انت عزيز عليك الحريره. انا ديك الحسوه قول لي يا سي مهدي اخويا كتعرف الطيب؟ كنعرف نطيب شويه. نعم الا قلنا لك بصراحه علاش مهدي تكيتو كيخبي الماضي ديالو؟
شكون شنو هو هذا الماضي قولوا لي الا كان شي ماضي عارفه غير انت بوحديتك شنو ما هضرش في الموضوع نهضر لا قول شنو هو نعم شنو هو ديالاش عفاك لا راه غنكشف ليه غنكشف ليه هادشي العربي غيكعه ويكعه ولا بغي يكعه ما بغيش ندخل لك انا في مواضيع سريه ديالك وكشف الماضي انا اصلا ما عندي ماضي عندك تعرف. عندك الماضي باش تعرف عندك الماضي يا سيمري اش كتزدح عليا يا مراد والله عندك الماضي يا سيمري دابا تبعني المهدي الله يرحم لك الوالدين نعم 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 المهدي واش عرفتي اش درتي ولا لا منشط قلت الخلات تخوي عليه الحسوه المهدي سير 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 بحالاتك سير بحالاتك مراد احسن لك المهدي مراد غادي تمشي بحالاتك ولا كنقسم فمي برب الكعبه انا كنهضر معاك المهدي دقيقه دقيقه المهدي 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 خويا لاخر مره غادي تحيد هذا الميكرو هذا غير اجد ما غنجيش شنو بغيتي من تما دقيقه مراد من تما دابا هذه حاله هذه مدير منشط الا كنتي راجل دخل معايا نكشفوا السر ديالك ومن قبيله وانا كنقول ليه كشف فيه اجي نكشفوا يلا اجي اجي اليوم انا كشف لكم السر ديال هذا المخلوق هذا السر ديالك انك انت والدوسي الخاسر اللي عندك وغنكشفوا دابا للجمهور هو انك فنان كافحتي وناضلتي ومشيتي حفيان الكاستينات وجريتي وجاريتي وهذا الجمهور هذا راه هو اللي يدير لك المقلب حنا جبنا في هذا البرنامج باش نقيسوا لك الصبر ديالك ودرجه التحمل ديالك اه زعما خاوبل